تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن بلال. في البدايه كابتن ناصر، مبروك يا كابتن، مبروك لينا، مبروك لينا كلنا. لكن سمعنا حاجات غريبه جدا بعد المباراه من المدير الفني باتشيكو، مدير الفني للبيراميدز، وكذلك الكابتن هاني سعيد المسؤول عن المسؤول الاداري في بيراميدز. طب خلينا الاول نبارك النادي الاهلي، مبروك للنادي الاهلي النهارده على الجماهير، ومبروك للجماهير، مبروك للاعبين والمجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. هارد لك لنادي بيراميدز يا كابتن بلال. النهارده محمود بنا كان حكم اللقاء. قبل ما نروح للحالات التحكيميه كابتن بلال، محمود بنا يمكن انا على مستوى شخصي بحبه جدا، ويمكن انا كنت في لجنه الحكام وهو كان معايا حكم من افضل الحكام اللي موجودين في مصر يا كابتن بلال، بل في افريقيا دي بس مبدئيا. وهو النهارده ادار للنادي الاهلي اكتر من مباراه في الدوري العام، وكان مستواه هايل، وكان 10 على 10. وخلي بالك الحكم زيه زي اللاعب يا كابتن بلال، ممكن صح. يبقى كويس قوي، واحيانا بيبقى في مباراه هو مش محظوظ فيها. يعني انا شايف النهارده البنا هو خارج نطاق الفورمه كابتن ايمن مبدئيا، ولانه ما كانش محظوظ ابدا في الحالات التحكيميه اللي كانت موجوده، وهنجيب الحالات التحكيميه بما يرضي الله والصوره ما بتكذبش. بس هو كان محظوظ النهارده في حاجه جميله قوي، النهارده محظوظ بنتيجه النادي الاهلي كسب بجد. مظبوط مبنى، انا بحبك جدا، ويمكن انا اول واحد اطلقت عليك انت حكم موهوب، ومش مشكله النهارده الماتش فيه اخطاء تحكيميه، ولكن انا عارف ان الاخطاء التحكيميه ديت ربما تكون نتيجه ضغط، ربما نتيجه المباراه كانت صعبه، ولكن هذه الاخطاء التحكيميه الجسيمه فوز النادي الاهلي النهارده قللها او قلل من جسامتها. وما كانش في معاونه من الفار برضو كابتن. الحاجه الثانيه هروح لحكام الفار، وانا كنت اتمنى يا كابتن ايمن حاجه مهمه جدا. هتكلم في نقطه مهمه جدا جدا للجنه الحكام المصريه المحترمه. كابتن بلال ممكن اسالك سؤال، لما تيجي انت بتلعب في تشكيل كلاعب تبقى مثلا في جنبك اثنين او ثلاثه، انت فاهم كويس قوي قوي ساعة ما هو بيلعب لك الكرة تبقى انت رايح في حتة هو بيلعبها لك في المكان اللي انت فيه، في تناغم وفي انسجام بينك وبين الناس اللي معاك. النهارده بنتكلم على محمود البنا، النهارده انا كنت شايف الافضل يا كابتن ايمن ان يتم تعيين طاقم تحكيم فار من مصر. من اول مرة النهارده هو بيلعب من طاقم تحكيم الفار من الاماراتي، ولكن النهارده ما كانش موفق طاقم التحكيم، وهنجيب الحالة اللي هي الشهيرة اللي هي لم يستدع فيها الحكم الفار حكم الميدان. طب ايه الحالات اللي عندنا النهارده يا كابتن ايمن؟ انا هروح ل اهم حاله في المباراه، وهي كانت في الدقيقه 32. معايا كابتن ايمن؟ أيوة. نشوف كده معانا كابتن ناصر، معانا على الهواء وصول فرقه النادي الاهلي بعد المكسب النهارده لفندق الاقامه، وشايفين الجماهير قد ايه، جماهير الاهلاويه منتظرهم في الفندق نفسه. حاجه جميله بصراحه، وهي دي جماهير النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي بيسعدها. اتفضل يا كابتن ناصر. تاني كابتن هنقول ان البنا حكم كويس، ولكن النهارده كابتن بلال ما كانش محظوظ النهارده للاسف، والنهارده كمان الفار كابتن اسامه ما كانش في الميعاد. الكلام ده مش بنقوله كلام مرسل يا كابتن شريف، ولكن لما معانا حالات تحكيميه قرارات البنا النهارده كانت ممكن تكون تاثر بشكل كبير لولا فوز النادي الاهلي النهارده بالمباراه، يمكن دي اللي هي قللت من الاخطاء اللي هي في المباراه.